بسم الله. أخذنا بالدرس السابق الأساسيات الحاسوب بالوحدة الأولى. تكلمنا عن بالفصل الأول عن تعريف الحاسوب، وقلنا ما هي مميزاته، وقلنا لكم تختلف المميزات عن المواصفات، وأيضا تكلمنا عن ما هي استخدامات الحاسوب في المجتمع. طيب، قلنا 5 استخدامات التعليم والطب والإدارة والصناعة والاتصالات. زين، نجي طبعا أخذنا ما أضرار استخدام الحاسوب. لو ما أخذناها ما أخذناها تمام. عندي أضرار 2 اللي هي تحفظوها جو العزلة. عندي جو العزلة الاجتماعي الذي قد يخيم على بعض مستخدمي الحاسوب، وهذا يؤدي إلى مرض. إيش هذا المرض اللي يعمل عزلة؟ توحد. التوحد. عافية. إذن التوحد هو ناتج عن العزلة واستخدام التكنولوجيا، أو مثلا مرات يصير شخص عنده انفصام بالشخصية، يعني مثلا يشوف منعزل، احتمال يصير عصبي، احتمال يصير يتأثر بالشيء اللي قاعد يستعمله بالحاسوب. 2، تضرر صحة الإنسان عند استخدام الحاسوب لوقت طويل وبشكل خاطئ. أولا، الأمراض اللي تصير الرقبة، يعني رقبة الإنسان، وأيضا العينين والظهر تمام، والعقل، العقل ايضا يتعب، الدماغ يتعب، لان راح يكون فقط امامه حاسوب، فراح يكون يصير عنده مشاكل يعني بالدماغ نفسه ايضا اذا كان يعني استخدامه بشكل طويل. اي شيء زاد عن حده انقلب ضده، يعني هذا معروف المثل، يعني اي شيء ما يصير نأسرف به، لا يعني لا نصرف باستخدام الحاسوب، ولا نصرف باستخدام الموبايل، ولا نصرف مثلا واحد بونسه معينه مثلا دائما يلعب طب، ودائما يلعب طب راح ياثر عليه بشيء معين. فحتى يكون بالعلم هاي النقطتين، حفظ اضرار استخدام الحاسوب. نجي حاليا الى الموضوع المهم اللي الكل يمكن او اغلبكم يعني سامع به او تجربه او يعرفه، اكثر من البنات، لان انتم احتمال عندكم حاسبات تلعبون العاب، مشترين او احد اخوانكم عنده حاسوب. زين، نجي الى ما مكونات الحاسوب. طبعا الحاسوب مثل جسم الانسان، بي عقل وبي جسم مادي. احنا ما عندنا عقل، الحاسوب عنده عقل. احنا ما عندنا اجزاء ماديه اللي هي الايد والرجل واشياء ملموسه، يعني الحاسوب ايضا عنده الهاردوير. طبعا تقسم مكونات الحاسوب إلى قسمين، مادية هاردوير، حتى أهم شيء أنتم متميزين تدرسون إنجليزي، فأحب يعني هاي الكلمات المهمة تكون حافظيها. الهاردوير يعني مادية، وبرمجية السوفت وير تمام. نجي ناخذ بالتفصيل قسم قسم. نجي بداية نبدأ بالأجزاء المادية. طبعا مثل ما تكلمنا لكم بالدرس السابق، أنه أي شيء، خلينا ناخذها قاعدة، أي شيء راح يدخل إنبوت ما تمام، عندي input، عندي هذا input تمام، هذا input. زين، بعدين هذا input راح يدخل الى الحاسوب، راح يدخل الى الحاسوب وحده اسمها CPU. CPU هو وحده المعالجه المركزيه، اللي هو دماغ الحاسوب، هو عقل الحاسوب، اللي هو اللي يسيطر على كل العمليات التي تجري بالحاسوب. اللي هو ايش؟ السي بي يو. شنو بالحاسوب لما نشتري سي بي يو ما نقول له سي بي يو ايش قد، شنو نقول يعني شنو السي بي يو؟ معالج. يعني ايش؟ ايش قد هسه بالحواسيب موجوده؟ معالجات مثلا مال انتل، مثلا انتل و ام دي. اي ام دي تمام. زين، الانتل شنو بيها اجيال او اصدارات؟ كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، كور اي 9. جيد جيد، هو هذا المعالج. اذا من نشتري معالج من نقول كور اي 7، يعني احنا نقصد المعالج تمام. من نقول اي ام دي رايزن مثلا كذا رقم، او كور اي 7 كذا جيل، اذا انا اقصد معالج. طبعا المعالج يختلف من شركه الى اخرى، كل واحده بيها مميزات وبيها مساوئ. طبعا راح يدخل الانبوت، هذا الانبوت هو ادخال بيانات. قلنا شنو اي شيء يدخل؟ داتا. داتا راح يكون غير معروف، داتا تمام. هاي دا، هاي داتا. الداتا من دخلت لازم تتعالج. ليش؟ حتى تظهر لي انفورميشن، حتى ايش؟ تظهر اوتبوت. فاذا
هنا راح يكون عندي out out output تمام؟ لا output اوكي. هذا الاوتبوت راح يكون شنو؟ information information تمام؟ هاي information هي معلومات مفهومة للإنسان، مفهومة للحاسوب أيضا، الحاسوب أيضا راح يكون فاهمها، لو ما فاهمها ما راح تطلع لي information، راح يرجع لي error تمام؟ فهاي information، هاي عندي ثلاث مراحل، مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة، آخر مرحلة وهي مرحلة الهارد ديسك أو الفلاش أو قرص، وهي وحدة التخزين الثانوي. إذن خلينا نقول خلينا نقول هارد، نسميه هارد، أي شيء يخزن به راح نسميه هارد، هارد هارد أوكي، ما مشكلة ما يكون علاقة بالخط بس إنه هارد يعني تمام. إذن عندي هاي المرحلة الأولى وهاي المرحلة الثانية وهاي المرحلة الثالثة وهاي المرحلة الرابعة أوكي، هاي الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة وهاي الرابعة. راح نجي ناخذ واحدة واحدة، طبعا ناخذها هاردوير أوكي. فنرجع إلى الكتاب، يقول المكونات المادية تتكون من وحدات الإدخال أولا. إحنا إيش كتبنا هنا؟ وحدات الإدخال input أولا مثل ما قلنا. رجع شي يقول ثانياً وحدات المعالجة، إحنا إيش قلنا؟ CPU إذن هي من وحدات المعالجة، ثانية مثل ما أنا رتبتها. يجي يقول آخر شيء وحدات الإخراج مثل ما أنا رتبتها، وحدات إخراج output زين. آخر شيء يقول وحدات التخزين الثانوية secondary storage units اللي آخر شيء هارد، اللي أنا سميته هارد هو وحدة تخزين ثانوية زين. فرح نجي أيضاً إذن الأربع تقسيمات تحفظوها طبعاً، إذا قلت لكم ما هي الأجزاء الملموسة التي يحتاج إليها الحاسوب في أداء مهامه، راح تذكروا وحدات إدخال، وحدات معالجة، وحدات إخراج، وحدات تخزين. أنتم صح ثنائية لغة بس الأسئلة المطلوبة من عندي يعني من إذا كانت من مشرف إيجي أو حتى من أي مكان من الوزارة يطلبوها بالعربي، ما راح يطلبوا من عندي بالإنجليزي، فأنتم مجرد الإنجليزي راح يكون للفائدة. من دخل معنا جديد؟ سعود سعد تمام زين. فالأفضل إنه هم تتعلمون مصطلحات input units وحدات إدخال، processing unit وحدات معالجة، output units وحدات إخراج، secondary storage units اللي هي إيش؟ وحدات تخزين. نجي على وحدات الإدخال. وحدات الإدخال وكل شيء يدخل بيانات إلى الحاسوب. إذا تعرفه راح يكون شنو؟ هي كل ما يتصل بالحاسوب سلكيا او لا سلكيا، تعرفون يعني تمام، اي شيء يدخل لي بيانات، ما مهم اذا كان سلكي او لا سلكي، المهم انه هو يدخل بيانات. فاذا تعريف هي كل ما يتصل بالحاسوب سلكيا او لا سلكيا بهدف ايش؟ ايش الهدف من اتصاله بالحاسوب؟ ادخال تمام، ادخال ايش؟ بيانات. اذا هو عمليه ادخال بيانات الى الحاسوب لاجراء اي عمليات عليها تمام. هذا التعريف، وكل ما يتصل إلى أي عمليات عليها. زين ناش راح يقول فقد تكون وحدة الإدخال عبارة عن حروف وأرقام أو صور أو مشاهد فيديو أو رسومات أو أصوات. إذا أنا من أقول إدخال ما أدخل بس بيانات أو أرقام أو حروف من الكيبورد، لا، قد تكون هاي صور، قد تكون مثل ما قلت لكم مثلا أنا أعطيتك فلاش وبي فيديو، هذا الفيديو عبارة عن أرقام، أنا ما أعرف هاي شنو هي بيها داخل، من راح يطلع لي، من راح يترجم لي هذا البيانات الموجودة، من يترجم لي إياها؟ الحاسوب يطلع لي إياها، إذا فيديو راح يشغل لي، إذا صوت راح يشغل لي تمام. ومن ثم فهم ومن ثم فهي تتنوع بتنوع البيانات التي نريد إدخالها. وسنتناول بعض أهم هذه الوحدات طبعا، تعرف قلت لكم هنا نجي هسه ناخذ بعض طبعا مو الكل، بعض من وحدات الإدخال، ألا وهي أولا هاي أولاً لوحة المفاتيح، هاي كلش مشهورة الكل يعرف هي وحدة إدخال، حتى إيش كاتب إن هي أكثر وحدات الإدخال شيوعاً ويمكن من خلالها إدخال بيانات نصية للحاسوب تمام. هذا التعريف. هنا يقول بتتكون مجموعة من المفاتيح، طبعاً لازم مفاتيح بيها يعني كيف هذا هاي الأزرار تمام، معظمها للحروف، وعندي هنا على اليمين للأرقام، هنا أصلاً فوق الحروف أكو رموز، ولكل منها ما هو ولكن منها ما هو التنفيذ الأوامر. من يعرف اكو زر او زرين ندمجهم مع بعض او ثلاثة ازرار يطلع لي فد امر معين؟ من يعرف بالكيبورد؟
استاذ كنترول الت ديليت. بالضبط كنترول الت ديليت هذا يعمل لي يطلع لي هذا اللي هسه راح يطلع قدامكم على الشاشه اللي هو هذا لوك سويتش الساين اوت. شيفت تو الت مثلا كنترول زد بالضبط الت شيفت يعني ايه كنترول زد كنترول اي تحديد الكول كنترول زد استعاده يعني خطوه الى الوراء هاي كلها الامور اختصارات وأوامر تحت الداخل العصبي بمجرد اني اضغط على الكيبورد. احسنتم كلها. نجي على الفاره الماوس اللي هلا اللي كل حاسوب بيه ماوس. طبعا الماوس يقصد هنا الماوس الخارجي، اما اذا نتكلم على لابتوب شنقول بدال الماوس ايش اكو؟ استاذ التوتش تاتش باد اجبال عافي زين. الفاره هي الوحده التي يمكن من خلالها التحكم في المؤشر هذا اللي انا هسه اللي قاعد اشر بينه. هذا مؤشر انا اتحكم به من خلال الفاره. اذا تعريفها هي الوحده التي يمكن من خلالها التحكم في المؤشر الذي يظهر على الشاشه لاعطاء الاوامر من خلال الضغط على احد الزرين الرئيسيين على الفاره، وكل زر له استخدامات محدده. اذا عندي كليك يسار وعندي كليك يمين. طبعا هسه اجت الماوسات الخاصة بالجيمينج بها أكثر من زر أيضا، يعني حتى شنو إنه خاص الجيمينج تشوفون يعني أكو زر مثلا يعمل كذا شغلة أكو زر يعمل كذا شغلة ما عدا الكليك يسار والكليك يعني اللي هو ليفت كليك والرايت كليك. وعندنا السكرول هذا معروف يعني السكرولينج تعرفوا هذا مثل التاير يعني هذا احتمال يعمل لي هذا السكرولينج يعني ينزل لي بصفحات أو مثلا يسوي زوم إذا كنت أستعمل فوتوشوب أو برامج تصميم كثير حلو استخدامه مفيد. فاذا هذا تعريف الفاره الى محدده. هاي الوحده الثانيه. الوحده الثالثه من وحدات الادخال الماسح الضوئي للسكانر. هذا الجهاز تشوفوه امامكم هنا على الشاشه، هذا الجهاز نحط بها ورقه ونسد الباب، هذا الباب نغلقه ونربطه على الحاسوب. من الحاسوب راح يكون متعرف اصلا يعني الجهاز هذا، فنعمل له كليك يمين سكان، فراح اشكو داخل هاي الورقه يسحبها على شكل صوره، يسحبها على شكل صوره، ما يسحب ليها نصيه واقدر اعدل عليها، لا صوره، فهي مجرد سكان. هو جهاز يمكن استخدامه في تحويل الصور والوثائق الى بيانات رقميه، تمام؟ قابله للخزن والمعالجه من خلال الحاسوب. هذا تعريف السكانر. فحتى لا احد يحير بالموضوع انه الاستاذ تجيب لنا تعريف ولا تجيب لنا عدل، طلاب انا ما اسئلتي دائما يعني ما كثير صعبه ولا كثير سهله، بس انه ما تدوخ. حاليا ما وحدات ادخال، يا اما اجيب لك عدد وحدات، عرف وحدات الادخال واذكر ثلاثه او اربعه من وحدات الادخال، او اجيب لك سؤال مباشر عدد وحدات الادخال المعروفه او التي اخذتها في الكتاب. خلينا نقول راح تجي تقول لي لوحه مفاتيح، فاره، ماسح ضوئي، واخر شيء شاشه اللمس سناخذها. اذا عندي فقط اربعه، شاشه لمس تاتش سكرين، وعندي كيبورد وماوس، وعندي سكانر. هاي بسيطات كثير، كيبورد ماوس سكانر واخر شيء التاتش سكرين، تمام. فاما اذا جبت لك عرف لي لوحه المفاتيح راح تقول لي اكثر وحدات ادخال شو يعني يمكن من خلال ادخال البيانات النصيه الى الحاسوب. الفاره هي الوحده التي يمكن من خلالها التحكم بهذا المؤشر الذي يظهر على الشاشه لاعطاء الاوامر من خلال الضغط على احد الزرين الرئيسيين، وكل زر له استخدام. الماسح الضوئي جهاز يمكن استخدامه في تحويل الصور والوثائق والبيانات الرقميه قابله للخزن والمعالجه من خلال الحاسوب. يحوليها من وثائق صور كانت يعني مثلا او ورقه مكتوب بها الى بيانات رقميه يعني صور قابله للخزن والمعالجه من خلال الحاسوب، تمام. هذا بالنسبه للسكانر. اخر شيء شاشه اللمس التاتش سكرين. هذا وين موجود التاتش سكرين الطلاب؟ كلكم شايفين صار بالاجهزه الحديثه اتوقع. عافي صح. اساحي خلي سال هذا موبايل، لا هو قصده يعني وحدات ادخال بيانات تاتش سكرين. لا الموبايل انا من اجي العب لعبه او مثلا اكتب كتابه، انا من اكتب العفو كتابه داخل برنامج او مثلا اكتب رساله ما عاد اسوي عمليه ادخال، اذا تاتش سكرين وحده ادخال. بعد وين موجود تاتش سكرين؟ استاذ بالكمبيوترات اللي تشتغل بنظام اندرويد. تمام بعد ما الا في
ما يعني اكو جزء اكو كم جهاز يعني عادي، وما يعني قصده الايباد، الايباد ما مشكله عادي، بس انت يعني عادي اريد بعد امثله كل الاجهزه الحديثه يعني، هاي الاجهزه الحديثه كلها لمس، اذا كان اندرويد اذا كان اي او اس. بعد عندي مكانات اشوف بها يستعملون الشاشه اللمس، هاي الشاشه مثل ما موجوده بالكتاب، هاي الشاشه وين بالكاشير، بالكاشيرات ايه بالكاشير ايه عافية بالكاشير. انا ما استعمل، ما راح اشتري من مول او اشتري من محل أو يعني ماركت العفو، او مثلا اروح على العالميه مثلا ما عنده من هاي الجهاز، مجرد انه يدخل خلينا نقول السلع اللي انت اشتريتها، فراح يطلع لك على شكل اوردر، فاذا هي عمليه ادخال راح يفوت يعالجها الجهاز، يعرف ايش قد اسعارهم، بعدين يطلع لك انفورميشن، يطلع لك معلومات انه انت اشتريت كذا هذا السعر، انت اشتريت كذا هذا العدد وهذا السعر وهذا مجموع الكل. تمام، هذا بالنسبه للتاتش سكرين، هي شاشه الكترونيه حساسه لللمس، تتحسس باللمس، تتيح هذه الشاشه للمستخدم اعطاء الاوامر او كتابه النصوص من خلال لمسها. هاي تعريفه، او يجيكم قلنا عدد وحدات ادخال، او يجيكم تعريف وحده وحده منهم، فانت يعني يكون حافظها. بس خلي ارجع ونصلت. ايه شاشة اللمس، تمام، هذا التعريف، هي شاشة الكترونية حساسة للمس، هذه شاشة المستخدم اعطاء الاوامر او كتابة النصوص من خلال حاسة. دقيقة راح اوقف شير سكرين، اعمل شير من جديد السكرين كلها. تمام، هسه احنا راح نجي الى الامر الثاني. هسه احنا خلصنا وحدات ادخال، لو ما خلصنا هذا نخليه له صح، بس شيل الماوس عندي. صح، هذا صح الانبوت. تمام، احد عنده سؤال عن الانبوت يونتس؟ لا استاذ. تمام، نجي الى اثنين، وحدات المعالجه المركزيه. وحدات المعالجه البروسيسنج يونت، بروسيسنج يونت، هنا ما عندي تعريف طبعا، ما عندي اي تعريف، فقط انه هي المرحله الثانيه من مراحل الهاردوير. تعد وحدة المعالجة من أهم مكونات الحاسوب، فهي فراغ، يجي فراغ، هذا يجي فراغ، شنو الفراغ؟ عقل الحاسوب. تمام، زين، لأنها مركز عملي بواسطة تعالج. زين، يجي سؤال، علل لماذا يعد لماذا تعد وحدة المعالجة هي عقل الحاسوب؟ لماذا تعد وحدة المعالجة هي عقل الحاسوب؟ الجواب، لأنها مركز عملي بواسطتها تعالج البيانات وتنفذ التعليمات وتنقل إلى بقية أجزاء الحاسوب. تمام، هذا الجواب مال التعليل. من إن شاء الله الثلاثاء تجون استلمتوا كتب، أمر عليكم حتى لو 10 دقائق من الشهر اللي أخذناه. زين، حتى من ناخذ أنتوا السابق أشرتوا. تمام، تصنف أجزاء أجزاء، او حتى انا راح انزل فيديوهات من هذا الدرس اليوم، هذا الدرس اليوم راح انزل فيديو، وعندكم اكو فيديو يمكن هم نزلته مال الصف اول البارحه، هم هذا يعني راح يكون عندكم اكثر من فيديو نفس الموضوع، شاهدوهم كلهم راح يكون معلومه اكثر عندكم تثبت. استاذ اتوقع اكو مشكله بالزوم، لان 8 بس كم فاتوا بالزوم. دقيقه خلينا نشوف التليجرام، ليش احد يكتب على التليجرام شيء؟ انا ما عاد اشاهد التليجرام، ما حد كاتب شيء، جزء من الطلاب ما موجودين. تعجب حاليا فقط 8 متواجدين. اوكي. يجوز عادي الطالب يعني نايم وتعبان يريد يشوف بعدين درس. اوكي. نجي الى وحدة المعالجة، قلنا انه هي عقل حاسوب، تمام. اللي هي بروسيسنج يونت. البروسيسنج يونت ايضا تقسم الى اقسام. تمام، وحدة المعالجة يعني وحدة المعالجة ما بس السي بي يو، ما بس السي بي يو اللي يعالجها، يعني يقصد خلينا نقول مركز السيطرة على الحاسوب، منو العقل مال الحاسوب، منو الأدوات أو الأجهزة أو مثلا خلينا نقول الوحدات
اليونتس المسؤولة عن السيطرة بالحاسوب، فراح يجي قسمها إلى ألف وباء. ألف وحدة المعالجة المركزية هي السي بي يو، هذا اللي تشوفوه أمامكم بإيد الشخص، هذا السي بي يو، هذا حجمه. هذا الكيس إذا نشتري كيس جيمينج هذا حجم السي بي يو، تمام؟ عبارة عن هاي المربعة تشوفوها، بالجهة الثانية أكون مثل مسنن سنون مثل هكذا يعني دنابيس، تمام؟ يفوتون مع الدنابيس الثانية حتى شنو ينحكم، حتى أكون بيها مثل، بعدين أشوفكم إياها إن شاء الله، أكون بيها مثل مكان يسدها حتى لا تتحرك. تشوفون مثل عبارة عن مثل باب أو هكذا شيء إنه يسد عليها إنه ما تتحرك، تمام؟ هذا عقل الحاسوب، هذا حجمه، هذا عقل الحاسوب، هذا المربع. زين، فإذا تقسم وحدة المعالجة إلى قسمين، إذا قلت لكم ما هي وحدات المعالجة الموجودة بالحاسوب، تقول لي وحدة المعالجة المركزية الذاكرة الرئيسية ألف وباء، وحدة المعالجة المركزية سي بي يو، والذاكرة الرئيسية مين ميموري. أما إذا جيت بالتفصيل سألتك هسه نعرف شنو تيجي الأسئلة. السي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية، تعد وحدة المعالجة المركزية أساس النظام، أي أنها أهم مكون من مكونات الحاسوب. هذا الصغير تشوفوه أهم من كارت الشاشة، هذا الصغير تشوفوه أهم من الرام، هذا الصغير تشوفوه أهم من الهارد مثلا. زين، فهذا الجزء كلش مهم وكثير يعني يعني غالي، تمام؟ سعره غالي. نجي يقول تقسم وحدة المعالجة المركزية CPU إلى قسمين، عددهما مثلا، قلي وحدة التحكم، وحدة الحساب والمنطق، تمام؟ أو أقول لك ما هي أجزاء وحدة المعالجة المركزية، قلي وحدة التحكم، وحدة الحساب والمنطق اللي باللون الأزرق. وحدة التحكم اللي هي الكنترول يونت، تمام؟ تعريفها إيش؟ تعريفها CU كنترول يونت، وهي الوحدة التي تقوم بالسيطرة على جميع أجزاء الحاسوب، هي الوحدة التي تقوم بالسيطرة على جميع أجزاء الحاسوب بما فيها وحدات الإدخال والإخراج من خلال تنظيم تسلسل تنفيذ الأوامر. إذن هو عبارة عن مثلا خلينا نقول شنو الشرطي مرور، تمام؟ هو الشرطي مرور اللي يقف التقاطع بالترافيك لايت، وظيفة الشرطي مرور ينظم سير السيارات حتى لا يحدث إيرور. الإيرور هو شنو؟ تصادم راح يكون بين السيارات، خطأ راح يكون. الحاسوب أيضا راح تكون عندي تقاطعات يعني أكثر حتى من ترافيك لايت واحد. ترافيك لايت بأربع، ترافيك لايت بأربع منافذ، تمام؟ بأربع شوارع. الحاسوب احتمال أكثر يعني أكثر من 20 أو 30 عملية تقوم بها أنت حاليا، تمام؟ فهاي العمليات من يسيطر عليها وحدة التحكم. هاي الوحدة شنو تعمل؟ تعمل طابور. إيش هو الطابور؟ اللي هو السرة، ما شايفين السرة مثلا فرن، أو السرة على مثلا معاملة من المعاملات بالدوائر. فإذا هذه وحدة التحكم كنترول، هي تسلسل عملية الإدخالات وهي تسلسل عملية الإخراجات، تعتمد على براير مثلا، تعتمد على شنو؟ أولوية خلينا نقول، تمام؟ تعتمد على هاي الأولوية اللي موجودة داخل الحاسوب، اللي هي إيش؟ عندنا أولويات اثنين تأخذوها إلى الجامعة، اللي هي first in first out أو last in first out، يعني اللي يدخل أول واحد راح يخرج أول واحد، أو اللي يدخل آخر واحد هو يخرج أول واحد مثلاً، أو يخرج آخر واحد، هكذا. شنو هذا؟ راح يعمل سرة. هذا السرة عبارة عن يسموه طابور، تمام؟ هذا الطابور راح تكون به عدة عمليات. هو الحاسوب راح يعرف منو العملية اللي هي أولويتها أول، منو اللي دخلت أول شيء. أنا طبعت أول شيء، لو عملت مثلاً كنترول زيت أول شيء، راح هو يسلسل العمليات. فراح شنو يسوي؟ راح يجي يقول هاي أول وحدة، أوكي خلاص خلينا نسوي لها معالجة، راح يعالجها ويطلعها. أو شيء يسوي لها مرات ما يطلعها، يخليها شنو؟ بالريد، يعني بشنو نقول خلينا نقول بالانتظار، تمام؟ ما يطلع مرات، هو يعرف انه هاي ما وقتها، ما هسه تطلع المفروض، فهو يسلسل عمليات الادخال، ايما هو يدخل وايما هو يخرج، تمام؟ فمثل الشرطي مرور، ايما هو يعبر ايما هو ما يعبر، تمام؟ او مثل الاب بالبيت، هو اللي يسيطر على البيت، او مثل المدرس بالصف، او مثل المدير بالمدرسه، هو اللي يسيطر، هو اللي يتحكم بالدخول ويتحكم بالخروج. زين، ف
فمسلسل لتنفيذ الأوامر. إذا وحدة التحكم هي الوحدة التي تقوم بالسيطرة على جميع أجزاء الحاسوب بما فيها وحدات الإدخال والإخراج من خلال تنفيذ أو من خلال تنظيم تسلسل تنفيذ الأوامر. هذا هو التعريف لهنا. هسا أخذنا خلينا نقول بابا، خلينا نقول بالبيت اللي يسيطر على البيت اللي هو كنترول يونت، وحدة التحكم. زين، نجي على وحدة الحساب والمنطق الأرثمتيك أند لوجيك يونت. هذه الوحدة المسؤولة عن تنفيذ جميع العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب والقسم والعمليات المنطقية مثل النوت والأور والآن داخل الحاسوب. هنا ما يقصد أنك أنت شنو جيت فتحت حاسبة كتبت كالكوليتر مثلا، تمام، ما جيت، ما يقصد هذا، ما يقصد فقط هذا انه ثمانية فيه مع هاي الامور، تمام. الحاسوب بيها كثير عمليات رياضية، بيها كثير عمليات منطقية. الرياضية تمام قد تكون داخل برنامج، زين، الرياضية قد تكون هي نفسها الكالكوليتر الموجودة، او قد تكون عمليات تحويل البيانات اللي تدخل بالصورة العشرية الى النظام الثنائي اللي هو باينري سيستم اللي راح ناخذه، تمام، نظام الثنائي. المنطقية اللي هي ايضا تكلمنا عنها اللي هو الضوء مثلا يشتغل هذا الضوء وما يشتغل. يعني هو يتحكم لي بهاي الامور داخل الحاسوب. المنطقية اللي هي نعم وإلا وكلا هاي الأمور، أو لا ضرب وقسمة بس بشكل منطقي، تمام. فهو هذا كله ضمن وحدة الحساب المنطقي اللي هي ALU. فإذا من أقول لك ما هو ALU، قلي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ جميع العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والعمليات المنطقية مثل النوت والأور والآن داخل الحاسوب، تمام طلاب. هذا بالنسبة إلى وحدة السي بي يو، وحدة معالج مركزية السي بي يو تقسم إلى إلى وحدة التحكم والأي إل يو، تمام. هاي بالنسبة إلى أولا السي بي يو. بعد ما خلصنا من السي بي يو راح يجينا شيء حلو أيضا اللي هو الذاكرة الرئيسية. تعد الذاكرة الوزارة الرئيسية في الحاسوب يستخدم فيها البيانات والبرمجيات المراد تنفيذها من قبل السي بي يو. إذا الذاكرة الرئيسية تخزن فيها تعريفها ايش؟ من الاجزاء الرئيسيه في الحاسوب، هذا تعريفها. تخزن فيها البيانات، ما قال معلومات، ايش؟ هسه اقول لكم ليش. تخزن فيها البيانات والبرمجيات المراد تنفيذها من قبل السي بي يو. اذا من قبل من؟ من قبل السي بي يو. ومن اهم انواعها طلاب، راح ينتهي الدرس بعد 8 دقائق، بس خليني اشرحها على السريع. المين ميموري يختلف عن ايش؟ احنا ما قلنا حاليا احنا بالسي بي يو. راح يجي لي واحد طالب سيقول تعال تقول ذاكره، شو ما رحت على الهارد؟ لا، ذاكره الهارد والاقراص مثلا او الفلاشه، هاي فلاش ميموري، هذنا يسموها الذاكره الثانويه، تمام. اما الرئيسيه اللي هي تكون ضمن وحدات المعالجه اللي اثناء عمل الحاسوب يخزن، مثلا قاعد اشتغل على فوتوشوب، صممت فد تصميم كلش مليان معلوم، يعني هذا الوان وتصاميم، هذا الشيء انا ما خازنه بعد على الهارد. انا حاليا بس قاعد اشتغل، مجرد اني طلعت من البلاش قلت له دونت سيف، اصلا ما راح يخزن، هو اصلا ما مخزون. هسه انا هذا كله اللي قاعد اكتبه ما مخزون على الهارد، من يعرف وين عين يخزن؟ استاذ ينخزن على الرام. الرام بالضبط، عافيه، يمكن ذكرت لكم اياها بصوره سريعه، كان ما البقيه جزء ما فهموا علي. حاليا انا ايش قاعد اشتغل؟ حاليا ايش قاعد اكتب اشخبط على الشاشه؟ هذا ما عين يخزن على الهارد، هذا عين يخزن على الرام، تمام. اجيت خلينا نقول فتحت فوتوشوب، خلينا نفتح لكم فوتوشوب ثواني حتى تكون العمليه اوضح. جيت انا فتحت، قلت على مثلا نيو مثلا، هذا انا جيت مثلا، يعني مثلا كتبت، تمام، جيت كتبت بالقلم
كتبت بهذا القلم اوكي شخبطت اجيت انا رسمت مربع رسمت هذا تمام حطيت له لون مثلا اوكي تمام خليته بهذا الشكل جيت مثلا جبت شكل اخر مثلا جبت هذا مثلا الشكل زين هذا الملف اللي انا على اشتغل عليه اللي اسمه Untitled One انا ظليت اجيب صور اجيب ملفات واجيب يعني العفو الصور اجيب اشكال واجيب اكتب مثلا والون انا حاليا كل هذا على اشتغل وين على الرام انا على اخزن على الرام فالاحظ لو عندي حاسبه قديمه ورامها 2 جيجا واجيت اشتغلت فوتوشوب مثلا وجيت ظليت اشتغل على فوتوشوب بحيث حجم الملف صار كثير حجمه كثير واصلا انا عندي مثلا يعني الحاسبه اصلا تستهلك من الرام يعني بكل الاحوال اذا فاتح مثلا جوجل كروم مثلا او اي شيء هذا كله استهلاك من الرام يعني فهذا راح يخزن كله على الرام نشوف الحاسبه راح تثقل راح اصلا انا اجر هذا هكذا يروح يعني اصلا يقطع الجهاز كله عندي ليش لان الرام امتلأ تمام لان الرام امتلأ فانا مجرد اني ادوس كنترول اس او اروح على فاير اقول له سيف انا حولت من اقول له سيف انا حولت كل البيانات اللي على الرام على الهارد احولها الى الهارد مجرد اني قلت له سيف اما بس انا دست اكس وهنا راح يسالني يس يعني تحول على الهارد تخزن هذا اللي انت اشتغلته اللي بالرام هسه حاليا موجود تخزنه على الهارد راح يشوفكم شغله انا ولو ما اريد اطول فيها بس حتى يكون عندكم على التاسك مانجر راح اروح الى الرام تمام بس هاي عندي طبعا سي بي يو عندي ميموري هذا الميموري انا عندي 16 جيجا رام خوش انا عندي 16 جيجا رام ماشي طبعا تشوفون دقيقه هذا ميموري هنا شنو دا يقول 45% يوز تمام مستخدم منها اشقد 45% اوكي اذا انا حاليا عاد استخدم 7 جيجا من الرام اللي هو اصلا 16 شوفوا شنو راح يصير انتبهوا هنا انا 7 ايش 7.1 خلي نجي نحط هذا الشيء مثلا خلينا نضيف مثلا هذا مثلا اضاءه خلينا نضيف هذا الشيء خلينا نضيف هذا تمام خلينا نضيف اشكال مثلا مثلا خلينا نعبيها مثلا هذا الشيء تمام خلي اجيب هذا الشيء مثلا نسخه تمام وضع اجيب اشكال اكتب تمام اجيت كتبت تشوفون صار عندي اصلا شكل تشوفون من هذا الشكل هاي فيك يعني زين هسه عندي الميموري تشوفون هسه عندي ميموري هذا قد يكون اصلا يعني فتشي ميجات انا عاد استخدم يعني فتشي ما يبين بالعين يعني هو 7.1 بوينت هسه زاد عندي 250 كيلو بايت ما راح يذكر اصلا شوفوا صار 7.2 تمام انا مجرد قلت له اكس راح اذا اقول له سيف يعني يس راح ينتقل من الرام الى هذا اذا قلت له نو شوفوا بس لاحظوا شلون بس شوفوا ايش صار منو لاحظ شنو صار نقص العدد ما تمام نقصت كم جيجا كان 7.2
وباستمرار احتمال يسعد اذا انت استخدمت جوجل كروم. تمام. اما مجرد هسه انا خرجت من البرنامج فوتوشوب اللي هو اصلا كان كل شيء عاد اشتغله على الرام نقص من 7.1 الى 5.2 حاليا. هو يعني دي يستخدم الحاسوب الرام، يعني لازم يستخدم الرام لان هسه اي شيء انا عاد اعمله على الرام. زين، فباقي لي قد دقيقه، اخر دقيقه. فيا طلاب، صار واضح انه هي الذاكره الرئيسيه، راح اصدمكم بالصفحه الثانيه، راح يكون كلش حلو. الذاكره الرئيسيه كلها من ضمن وحدات المعالجه يا طلاب، المرحله الثانيه اللي هي السي بي يو. الذاكره الرئيسيه السي بي يو بها الاب، وحده الحساب المنطقي، وحده التحكم، وحده الحساب المنطقي اللي هي وحده السي بي يو. الذاكره الرئيسيه تقسم الى قسمين اللي هما الرام والروم. تمام، الرام والروم. كثير سهل هذا الموضوع، او كثير سهل نقول هاي الصفحه، وحتى بالجامعه موجوده، واي واحد يدخل حاسوب راح ياخذ اول سنه الرام والروم، ياخذ هذا الفرق اللي تشوفوه بالاسفل ويجي بالامتحان. هم بالجامعه دائما يجيبون افضل فرق بين الرام والروم، يعني اللي ما يعرف الرام والروم شنو الفرق بيناتهم يعني ما يعرف شيء بالحاسوب. زين، فان شاء الله الدرس الجاي ناخذ الرام والروم، ما الفرق بين الرام الراندوم اكسس ميموري والريد اونلي ميموري، شنو رام شنو روم. راح يجي واحد يقول لي استاذ بس فرق الحرف اللي بالنص. طبعا